الله يعين امه في هذه المباراه. تلعب روبرتو باب يحاول يمر كره معها حاول يشوت الجول جول 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 روبرتو باجيو اول هدف لايطاليا الان في هذه المباراه ورابع هدف لروبرتو باجيو في هذه البطوله. روبرتو باجيو جول الحقيقه من بعيد من خارج منطقه الجزاء. شوف العاده هذا روبرتو على طول يحصله ويعدي على راس منطقه الجزاء يلعبها على طرف الجول. هذا البرتيني بيناريفو البرتيني كرة اللعبة قدام الجول حطها الجول جول 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 روبرتو باجيو الله عليك يا روبرتو باجيو منتخب إيطاليا. روبرتو باجيو الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول من المباراة. شوف لما لعبت على طول لروبرتو على طول داخل منطقة 18 لعبها في الجول مر من الأولاني حاول مر أيضا من كوستا كورتا وعرقلة وضرب الجزاء. هذا راح يتساوى مع هداف الدورة إلى الآن سالينكو توتكوف الآن ضرب الجزاء لمنتخب بلغاريا لعب على طول جول 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 المباراة راح تحلو زمان الآن من ضرب الجزاء. شوف لما لعبت على طول ومعلقين بلغاري كل واحد لاوي على الثاني وماخذيها فعلا فرحانين ما في شك فرحانين ما في شك.